وفي رواية للنسائي قال: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 70 عاما. ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه قال: من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة، وإن ريح الجنة لتوجد من مسيرة 100 عام. طيب، عندنا 40 وعندنا 70 وعندنا 100، فنقول هذا على التقريب وعلى البعيد، فأدناها 40 وأعلاها 100 وأوسطها 70، وكله على حقيقته. نعم، ولا تعارض بين كل هذه الروايات، إنما تكلم في 40 على أدنى إدراك الرائحة، وتكلم في 100 على أبعد إدراك الرائحة، وتكلم في 70 على أوسط إدراك الرائحة. نعم.